يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. طبعا يعني حارس المرمى او حارسه المرمى بيعتبروا من عناصر الامان والضمان في اي فريق، وفي ناس كمان بتوصل بتفكيرها الى بيشوفوا ان حارس المرمى بيشكل تقريبا 50% من الفريق. طبعا الكلام ده ينطبق على فكره مش بس على كره القدم، كره القدم الووتر بولو، كره اليد. فالنهارده ومن خلال هذه الفقره بالتحديد هنتكلم عن اهميه حراسه المرمى، وكمان هنتكلم بالتفصيل عن الفرق بين حارس المرمى وحارسه المرمى. كل الكلام ده يعني طبعا هنتكلم فيه من خلال وجود الضيف العزيز اللي منورنا كابتن وليد الشناوي، وهو مدرب حراس مرمى رجال وسيدات. صباح الفل عليك. صباح الخير يا نوان. صباح الخير يا كريم. سعيد جدا موجود معاكم في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك وكل من ينتمي للنادي الاهلي. نورنا. احنا متابعين بعض كلنا على السوشيال ميديا والبوستات المختلفه، وعارفين طبعا يعني عن حضرتك يا كابتن، بس بجد زي ما كريم احنا مبسوطين انك معانا النهارده. وهبدا كده بسؤالي عن الكره النسائيه. وهو احنا ليه الكره النسائيه عندنا رغم ان احنا عندنا كفاءات احنا مش زي اوروبا، ايه السبب؟ طبعا فرق كبير جدا، اختلاف الثقافات طبعا دي حاجه في البدايه، لكن احنا دلوقتي ماشيين راجعين بقوه في كره القدم النسائيه في مصر. دلوقتي بقالنا 4 سنين ما بنشاركش في مشاركات افريقيه او دوليه، لكن دلوقتي في تجمعات لمنتخبات مصر 3، في تحت 20 سنه، في ناشئين، في المنتخب مصر الاول بقياده الكابتن محمد كمال حدث ولا حرج في الكره النسائيه، مدير فني وادي دجله 11 سنه عامل انجازات كبيره جدا. دلوقتي المنتخب متجمع عامل عشان في عندنا بطوله الشهر القادم، بطوله عربيه في مصر للمنتخبات الاولى، في 12 فريق منتخب هيبقوا موجودين في مصر، ودي حاجه طبعا هتبقى حاجه كويسه، عوده منتخب مصر للكره النسائيه. دي اول مره تقام البطوله دي يا كابتن؟ لا هي بتقام قبل كده، لكن هي تنظم المره دي في مصر، ومصر هتبقى فتره اعداد كويسه جدا، لان احنا عندنا مباراه مع تونس اياب وذهاب، هيبقى موجود في مصر، هنلعب مره في تونس ومره في مصر، ودي تبقى اعداد قوي لمنتخب مصر ان شاء الله، وعوده حميده للكره النسائيه في مصر. طيب كويس جدا. الفرق في تدريب او في تجهيز او في تاهيل، سميها زي ما تسميها كابتن وليد، ايه الفرق بين حارس المرمى وحارسه المرمى؟ هل لازم يكون في كل حد فيهم مواصفات معينه بتختلف من الرجل عن المراه؟ وهل كمان في تدريبهم في فروقات؟ طبعا فروق كتير جدا. اول حاجه الثقافه نفسها بتاع البنت والولد. الولد بيتفرج على مباريات، بيروح استادات، بيشوف لعبه معينه، موهوب عنده موهبه بيحاول ينميها بيطورها، في اماكن كتير جدا ان هو يلعب فيها، مثلا يروح مراكز شباب، بيروح نادي، بيشترك في اكاديميات. البنت دلوقتي بقى عندها نفس الثقافه، بقى بتتفرج، بقى بتشوف. دلوقتي بقى عندنا في لاعبات محترفات مصريات للاسف الاعلام مش مسلط الضوء عليهم. في عندنا لاعبه ساره عصام في ستوك سيتي الانجليزي، في موجود عندها مهدي مرداش حارس مرمى في طرابزون التركي. طبعا كان عندنا محترفات كتير جدا الفتره الاخيره. ساره بتهيالي كانت ضيفه معانا قبل، كانت موجوده ضيفه في قناه النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي طبعا معودنا قناه النادي الاهلي انها دايما في واقع الحدث والحاجات دي كلها، وان شاء الله يكون في تغطيه اعلاميه من قناه النادي الاهلي للبطوله العربيه في مصر. لكن الفروق الفرديه بتفرق في التمرين والتدريب والتطوير. دايما البنات يعني في الدرب الاول بتتكلم معاهم نظري اكتر ما بتتكلم معاهم عملي، لازم يتكلم معاهم، لازم نعمل ايه في التدريب، لازم نعمل كذا، فبتاخد معاهم وقت كبير جدا شاق عن الولاد، انك تعرفهم مثلا قانون اللعبه، اللعب بيتلعب ازاي، الكلام ده كله. لكن دلوقتي في ثقافات كتير جدا من البنات، لان طبعا دلوقتي البنات كتير جدا عندنا مختلفين بالنسبه للانديه، في انديه بتنافس على البطوله، في انديه في وسط الجدول برضه، وده الحاجات اللي الناس مش متابعاها، ان السنه دي كان في نهائي كاس مصر ما بين الجونه وما بين الاميريه، وكان حاجه عظيمه جدا، وكان نهائي مشرف بين الفريقين. لعبنا بمسابقه الوطن السنه دي، اول سنه مسابقه الوطن يشترك وصعد بالفريق من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز، ولعب سيمي فاينل في كاس مصر مع نادي الجونه واتهزم 2-1، بس كانت مباراه كويسه جدا. نادي وادي دجله السنه دي، وطبعا دي حاجه حصلت قناه النادي الاهلي ان يكون عارفها الناس تعرفها عن طريق قناه النادي الاهلي، في دوري ابطال افريقيا اول سنه هيتلعب السنه دي، هيكون موجود في مصر، وهيكون دوره مجمعه غير البطوله دوري ابطال افريقيا اللي بتلعب بتاع النادي الاهلي اللي بيسافر ذهاب واياب، لكن هي هتبقى دوره مجمعه في اسكندريه. ووادي دجله اول مره هيشارك، وفي عندنا نجمات كتيره جدا بيلعبوا في وادي دجله كحارسات مرمى وممثلين لمنتخب مصر زي فرح سمير في حراسه المرمى، ودي حاجه يعني طبعا بنات الناس هتشوفها وهتشوف المباريات بتاعتهم وتطوير ادائهم والابداع اللي هم عملوه في منتخب مصر.
حلو جدا. يعني نقدر نفهم من حضرتك ان الثقافه نفسها اتغيرت للاهالي، لان البدايه لازم تكون بصراحه عند الاهالي، ان هم اللي هيشجعوا بناتهم ان هم يروحوا ويمارسوا رياضه كره قدم. للبعض بيشوف انها حكره على يعني لا الرجال، لا لا. وده امر غير طبيعي يعني، ولا حقيقي ولا ليه اي علاقه بالصحه. لو الناس بتتابع هتلاقي اولياء الامور نفسهم بيروحوا مع البنات التمارين وبيتفرجوا على الحاجات دي كلها وبيشجعوا البنات. حلو قوي. وفي تشجيع كبير جدا من المدربين، في مدربين كتير جدا بتشارك في منظومه الكره النسائيه، مش ماديا، الماديات قليله، لكن هو عايز يعمل كارير ويعمل حاجه لنفسه مع اللاعبات، واللاعبات بصراحه مساعدين المدربين في حاجه زي كده. تعرف ان انا كنت بلعب والله نادي الطيران. ده فريق عظيم جدا. بس زمان الطيران فريق عظيم جدا، كابتن فايزه حيدر، كابتن ميرنا ميسي، نوره محمد، في اسماء كبير جدا. بس هو في كوادر فعلا. بالظبط. طيب انا برضو عايز اعرف من حضرتك ايه المواصفات اللي المفروض تكون موجوده في اللعيبه عشان تصلح لحراسه البلد؟ في فرق كبير جدا ما بيننا وما بين اوروبا. احنا دلوقتي شايفين ان الحارس لاعب كره قدم قبل ما يكون حارس مرمى. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان الحارس يلعب بالقدم، بيشارك، بيسجلوا اهداف كمان، بيسجلوا اهداف. كابتن عصام الحضري في مصر سجل اهداف قبل كده افريقيا. الفكره كلها ان لازم حارس المرمى دلوقتي في اوروبا، ممنوع اي حارس مرمى يكون قصير القامه في اوروبا. دلوقتي في طول معين لحارس المرمى، حد لا يقل يعني. حد ادنى لا يقل عن 175 في الامتار بتاعته. فدلوقتي ده احنا واقعين فيه في مشكله، عشان خاطر قبل كده ما كانش عندنا، ما كناش سابقين في حاجه زي كده. لكن دلوقتي بقى في قوانين لحارس المرمى، الرشاقه والمرونه، التدريبات بتاعته مهمه جدا. دلوقتي شايفين كورتوا وشايفين شغله مع المنتخب البلجيكي عامل ازاي. حراسه المرمى قبل كده كانوا بيقولوا 50% حارس المرمى، دلوقتي الحارس المرمى هو الفريق الكامل. بدليل عندنا محمد الشناوي بسم الله ما شاء الله ماشي مع النادي الاهلي بخطه ثابته، ثابت على مستواه. عندنا دلوقتي امبارح لو اتفرجنا على بطولات اوروبا هنلاقي ان منتخب التشيك صعب بسبب حارس المرمى، هنلاقي منتخب سويسرا امبارح مادي اداء هايل لحارس المرمى في اخر الخمس دقائق اللي هم فيهم الثبات والتركيز، مصعد سويسرا، هنلاقي كورتو مصعد بلجيكا امام البرتغال في حارس المرمى. والعكس صحيح، يعني لو حارس المرمى بعافيه حبتين الفريق كله هيدفع ثمن ده. فده اللي بنقول عليه ان حارس المرمى اصبح فريق كامل، واصبح ان حارس المرمى مهمته كبيره جدا ان هو يعمل ضمان للفريق ان هو يحافظ على الرينك بتاعه في البطولات وفي كل حاجه. فحارس المرمى لازم يلعب بالقدم، حارس المرمى يكون طويل القامه، حارس المرمى لازم يكون رشاقه ومرونه، التركيز، الدقه في الاداء، التمرير، بدايه الهجمات، حاجات كتير جدا دي خلاص بقت التمرين، اتغير اسلوب التدريب، اتغير طرق اللعب، اتغير حاجات كتير جدا، لازم المدرب يكون ملم بالحاجات دي كلها، لازم يتكلم مع الحارس في حاجات زي كده. شايفين المدربين الحراس في بيتكلموا اثناء المباراه مع الحارس، ما ينفعش اتكلم مع الحارس اثناء المباراه، لان خلاص الوحده التدريبيه بتاعتي خلال الاسبوع انا مرنتها، عرفته اللي احنا بنلعب بطريقه اللعب معينه، ما اقدرش اكلم حارس المرمى خلاص، لان هو عنده المعلومات كلها الكافيه خلال التمرين، بقت في ادراج متخزنه في الذاكره بتاع حارس المرمى. وعشان كده ما بنلاقيش مدرب حراس مرمى اجنبي بيقف يتكلم مع الحارس بتاعه خلال المباراه، الا اذا في حاجات معينه بس بيتكلم فيها، مثلا الدقه، التركيز، حاجات معينه، لكن ما اقدرش اكلمه او اشغله خلال المباراه. وده اللي بيبقى في تواصل دايما ما بين مدرب الحراس وحارس المرمى، عشان خاطر ده هو اللي بيبني عليه شخصيه الحارس خلال المباراه او من اثناء التدريب. طيب عظيم جدا. احنا هنروح لملفات مختلفه، يعني كره نسائيه، وبعد كده عايزين برضو نتكلم عن قطاع الناشئين. حضرتك دربت برضو في هذا القطاع، وبصراحه لو هنتكلم عن قطاع الناشئين للنادي الاهلي حاجه محترمه جدا، سواء بقياده كابتن خالد بيبو وكل الكباتن اللي هناك، بجد مقدمين شغل واضح في الارقام، يعني في نهضه كبيره في هذا القطاع حصلت. فخلينا برضو نتكلم، لو احنا هنقول قطاع الناشئين وماذا يحتاج مثلا في مصر علشان يتطور، انا لا اتحدث عن النادي الاهلي بس تحديدا، في العموم قبل ما نتكلم عن قطاعات الناشئين في مصر، بحب اشكر جدا اداره النادي الاهلي انها فكرت في المدير الفني لقطاع الناشئين مستر ميشيل بروكيتش التشيكي، وبدليل ان التشيك دلوقتي عامله مباراه هايله في اوروبا، طرق اللعب اتغيرت، ان احنا النادي الاهلي من بدري يستعين بمدرب تشيكي موجود مع الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع النادي الاهلي، ويغيروا تغييرات هايله في قطاعات الناشئين. والناس اللي بتتكلم ان قطاع الناشئين النادي الاهلي ما بيبرس ومش شغال والكلام ده كله، الكلام ده كله خاطئ، الكلام ده كله خاطئ. النادي الاهلي السنه دي 2006 بينافس على البطوله لحد اخر اسبوع، اخذ البطوله 2006، 2003 نفس الكلام منافس لحد اخر اسبوع، 2001 حصل على البطوله، 99 مناصفه مع نادي الزمالك. فنادي الاهلي عامل التارجت كامل. النادي الاهلي غير ملاعب،
غير مدربين كتير جدا صح. استعان بيهم كابتن خالد بيبو طبعا. في عندنا لاعبين كتير جدا اعارات من قطاع النادي الاهلي لانديه كتير جدا في الدوري الناس مش شايفه كده. عندنا في الاسماعيلي، عندنا في البنك الاهلي، عندنا في الجونه، عندنا في سيراميكا، عندنا في الاتحاد، عندنا في سموحه، نص الدوري المصري لاعبين اعاره من نادي الناشئين قطاع النادي الاهلي. ودي خطه كان عاملها كابتن خالد بيبو ومستر ميشيل بروكيتش، ده حاجه كبيره جدا طبعا. انجاز كبير طبعا. لو اتكلمنا عن حراسه المرمى في النادي الاهلي كقطاع ناشئين، في كل سن في عندنا حراس كتير مميزه. عندنا حارس مرمى 2001 كابتن حمزه علاء، وموجود محمد اشرف، موجود كابتن مصطفى شوبير حارس حدث ولا حرج. مش عايز اتكلم كتير عن مصطفى شوبير لان الناس كلها بتعتمد ان احنا بنتكلم عن مصطفى شوبير عشان خاطر كابتن احمد شوبير، لا طبعا انا واحد من الناس اتكلمت عن مصطفى شوبير كتير جدا قبل ما يكون مستواه في سن البلوغ والنمو اللي هو خرج بيه، ودلوقتي بقى بيتكلم وبيلعب وكاريزما وشخصيه وبيلعب باداء مميز جدا خلال مباراه الفريق بتاعه في النادي الاهلي في الناشئين. والدليل ان في تواصل وكوميونيكيشن ما بين بيتسو موسيماني وبروكيتش في النادي الاهلي، في صعود حراس مرمى زي حمزه علاء ومصطفى شوبير مع الفريق الاول، ودول بيسافروا سفريات افريقيه، وده رؤيه كبيره جدا من قطاع النادي الاهلي لحراس المرمى ان احنا في المركز ده محتاجين نعمل ثوابت وحاجات شخصيه للحراس بتدفع بيهم وبتديهم الثقه ان هم هيبقوا موجودين خلال الفتره القادمه في النادي الاهلي. في 2010 و2011 و2009 حراس مميزين جدا باللعب بالقدم والارتماءات والحاجات دي كلها. في حمزه احمد انا مرنته قبل كده في بطوله زد الدوليه مع النادي الاهلي في مواليد 2010. في عمر طارق سليمان حارس ممتاز جدا في 2011 الاساسي بتاع الفريق. في مروان صلاح في 2003. وفي كذا حارس موجودين في قطاع النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه باساليب وتغيير الطرق الاوروبيه اللي موجوده في قطاع الناشئين هيبقى لهم إيجاب كبير جدا مع الفريق الاول. صحيح. ما هو قطاع الناشئين ده المصنع زي هو ده ما دايما انا وكريم بنقول، ده المصنع اللي بيخرج بعد كده لعيبه المستقبل. حتى انت بتبقى مش مهم او مش بيبقى فارق معاك تشتري لعيبه او تعمل صفقات على قد ما بتعتمد برضو على القطاع عندك. دي الاستراتيجيه اللي كابتن خالد بيبو حطها وبيشوفها وهنلاقيها في المستقبل. لكن لو احنا بنتكلم على قطاعات الناشئين في انديه تانية في مصر، قطاعات الناشئين دلوقتي في انديه مصر في فرق كتير يعني اضطرت بسبب غلاء اسعار اللاعبين ان هم ينتقوا لاعبين جدد. بالظبط. في انديه كتير جدا في مصر بدات تتبع الاتباع ده وبداوا يعملوا، ما عادش حد بيبص على النتائج قد ما بيبص ان هو يخرج ناشئ. شفنا الكلام ده في المقاولين، وشفنا الكلام ده في دجله، وشفنا الكلام ده في انبي. النادي الاهلي يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه بالاستراتيجيه اللي هو عاملها بانتقاء المدربين بانتقاء لاعبين اختبارات في المحافظات الحاجات كلها اللي النادي الاهلي بيعملها، هو عايز يعمل حاجه زي كده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ودي حاجه طبعا تحسب للكابتن خالد بيبو. جميل. طيب الجيل الحالي اللي دلوقتي بقى هنطلع مؤقتا بره فكره قطاع الناشئين، عايز اسالك على الجيل الحالي من حراس المرمى. انا مش بس بتكلم عن النادي الاهلي بشكل عام، حراس المرمى في الدوري المصري، هل الجيل الحالي من حراس المرمى اختلف باي حال من الاحوال او يختلف باي شكل عن الاجيال السابقه من حراس المرمى التقال القدام ايام بقى كابتن طبعا ثابت البطل الله يرحمه كابتن اكرامي؟ يعني انا بتكلم على فرق الاجيال، في فروقات استجدت؟ الفروقات مهاريه غير البدنيه، لان احنا عندنا دلوقتي في التدريب البدني والخططي والنفسي والفني لازم الحاجات دي كلها تبقى ماشيه بالتوازي. ماشيه بالتوازي. المشكله كلها ان احنا عندنا طرق التدريب واساليب التدريب بتاع المدربين هي اللي بتعمل كده في حارس المرمى، بدليل ان احنا بنشوف حراس مرمى كتير جدا موجودين في منتخبات الشباب والناشئين لما بيطلع في فريق الكبير ما بيبقاش ظاهر زي كده. الحاجه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده وقلت ان محمد الشناوي الحارس الوحيد اللي في مصر ثبات مستوى، ده بيرجع للمدرب بتاعه، بيرجع لشخصيه محمد الشناوي ان هو عايز يبقى دايما في التحدي والاصرار والعزيمه ان هو يكون موجود رقم واحد في مصر. في حراس كتير جدا في مصر يعني بتتالق لمده معينه، يعني مده قصيره المدى. على المدرب ان هو يحافظ على الحارس بتاعه، وعلى الحارس ان هو يحافظ على مكانه. طبعا بنشوف طبعا في بدايه الموسم لقينا عمر رضوان ابن النادي الاهلي كان مع اسوان ماشي كويس جدا، حصلت اصابه رجع بدا لسه هيبدا من جديد تاني في التاهيل واللعب ده كله. الحاجات دي كلها بتاثر معاك بدنيا وفنيا وتكتيك وخطط وحاجات دي كلها. لازم المدرب يكون عامل احتياطاته في الحارس التاني، بدليل ان احنا شفنا علي لطفي لما جه لعب مباراه نادي الزمالك كان واقف ثابت، كان الناس كلها كانت يعني قلقانه من ان محمد الشناوي مش بيلعب عشان خاطر كورونا وكده، لكن علي لطفي ادى اداء مميز. ده بيرجع لميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى البلجيكي في الموضوع ده، محضر الحراس بتوعه، عامل ثبات في الاداء، والناس ما تزعلش لما تلاقي حارس مرمى في نادي بينافس على بطوله هو اللي بيلعب وما بنغيرش المركز ده، لان المركز ده حساس جدا وما ينفعش حد يغير فيه
يعني لو فريق بينافس على بطوله ما اقدرش اغير فيه كتير، لازم الحارس بتاعي بيكون معروف ومعروف مين الحارس الاول للفريق او المنتخب، وده اللي احنا شايفينه في اوروبا دلوقتي، ان حراس المنتخبات كلهم هم اللي بيشاركوا المباريات كلها وما بنبدلش حارس المرمى الا حاجه قهريه، بندخل حارس تاني او حاجه زي كده. فده اللي حصل دلوقتي، كان عمرو شعبان حارس مرمى المحله كان انجز ويعني عمل مباريات هائله جدا امام الاهلي وامام الزمالك، وبعدين رجع المستوى بسبب المشاركات تراجع. في برضو حراس تانية زي مثلا مهدي سليمان كان ماشي رينك عالي جدا، مفنش افريقيا العام اللي قبل الماضي مع بيراميدز، وبعدين قرار فني اكرامي لاعب فمهدي سليمان بعد، بس هو حارس مميز جدا وموهوب. رجعنا مؤخرا لقينا احمد الشناوي برضو رجع لمستواه في الفتره الاخيره بعد بعد كبير جدا عن ثلاث خشبات. فالحاجات دي كلها بترجع للمدرب، ازاي هو بيبقى مؤهل الحارس بتاعه تاهيل قصير المدى وطويل المدى، ازاي ما ملغيش شخصيته ان هو يكون موجود معايا في الفريق. وده اللي النادي الاهلي محافظ عليه في الفريق الاول، ان ما فيش جاب ما بين مصطفى شوبير ما بين علي لطفي ما بين محمد الشناوي، وقت ما بنحتاجهم بنلاقيهم. مصطفى شوبير لما لعب كاس مصر ادى اداء هايل، علي لطفي لما لعب احتجناه ادى اداء هايل، محمد كمان الزمالك ده ما ينسيش لعب بشكل يعني رائع جدا. فده حاجه ترجع طبعا للجهاز الفني، بيتسو موسيماني ميشيل ياناكون، اللاعبين نفسهم مؤهلين لحاجه زي كده، ثقافتهم مختلفه، ودي قياده النادي الاهلي والثقه والقياده اللي موجوده في النادي الاهلي. بس انا عندي سؤال لحضرتك، لان ده كان متداول، احنا كاهلاويه اكيد هنبقى عارفين وواثقين من الكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن البعض الاخر ممكن حتى اللي هو مش على درايه كافيه من الاهلاويه حتى، او حتى يعني خارج جمهور النادي الاهلي، بيتكلم ان لا احنا كنادي اهلي ما عندناش بديل للشناوي في نفس المستوى. احنا سمعنا الكلام ده كتير، ولما جاء الماتش ما بين الاهلي والزمالك احنا كلنا قلنا يعني ازاي، ولا او زي ما بيتقال كده الواقع هو اللي اثبت عكس توقعات البعض او فهم البعض للمجريات اللي بتحصل. ففعلا احنا عندنا بدائل تقريبا نفس المستوى، ولكن بيبقى السؤال هنا برضو لحضرتك ترد عليه، هل لازم برضو البديل يكون بيتمرن ويلعب ماتشات علشان يفضل على نفس المستوى ده؟ طبعا ده شيء تهيألي مهم. طبعا حارس المرمى لابد من المشاركات والمنافسات، لان احنا لما بيبقى الحارس خاصه لما بيبعد بعيد عن الملعب صعب جدا انك يرجع يلعب بنفس المستوى اللي كان عليه، وده اللي انا قلت عليه ان حراس المرمى اللي رجعوا من الاصابات والتاهيل ما كانوش على نفس المستوى اللي هم عليه. وده اللي انا بقول عليه وبشكر فيه الجهاز الفني للنادي الاهلي ومدرب حراس المرمى النادي الاهلي، ان هو محافظ على حاجه زي كده في كم المباريات وضغط البطولات وكل حاجه، ان هو بيستعين بحراس من قطاع الناشئين وبيسافروا معاه بطولات افريقيه. ما حدش بيعمل الكلام ده، لان دي ثقافه الاجانب والاوروبيين والناس اللي كانت مختلفه على اداء موسيماني كمدرب لقطاع النادي في النادي الاهلي. دي حاجه طبعا لا، الراجل بيطلع ناشئين للفريق الاول عشان انا ما اكونش يعني انا كحارس او لاعب ما بقاش راهب الموقف. النادي الاهلي بيلعب في بطولات كبيره، بيلعب في كاس العالم للانديه، معودنا دايما على ان هو بيلعب في افريقيا، بيحصل على بطوله الدوري، الحاجات دي كلها بتبقى منافسات غير الفرق اللي هي بتلعب في نصف الجدول. النادي الاهلي دي حاجه هو يعني مخليها موجوده في الحارس نفسه، الحارس نفسه عارف ان هو النادي الاهلي في اي ظرف من الظروف محتاجه هينزل يلعب وهيأدي، وده اللي احنا شفناه، احنا ما شفناش حاجه غير كده. بس اللاعب لما تحديدا حارس المرمى لما يقعد فترات طويله مش بيشارك، طبعا بيأثر على مستواه، ده لاي درجه بيصعب مهمتكم انتوا كمدربين. ما هو ده من ناحيه، وبرده من ناحيه ثانيه عايز اسالك على اخر المستجدات في عالم التدريب حراس المرمى. ده اللي بيفرق مدرب عن مدرب. الفكره كلها التدريب واساليب وطرق اللعب اللي اتغيرت في العالم، لازم المدرب يعمل نفسه ابديت، وده اللي احنا واقعين فيه في مشكله في مصر، واتكلمت على الحاجات دي قبل كده اكتر من مره. الحمد لله كنت اول واحد في مصر اتكلمت على تواجد مدرب حراس مرمى اجنبي في مصر لاختلاف المدارس، وشفنا الحاجات دي على ارض الواقع مع ميشيل ياناكون في النادي الاهلي، درجهم في نادي الزمالك، ديمتريس في نادي وادي دجله، والحاجات دي كلها غيرت اداء حراس المرمى في مصر على المدى القصير اللي احنا شايفينه. في خطوه تانية لازم تتخذ في مصر ومحدش واخد باله منها خالص، لابد من تواجد مدرب حراس مرمى مساعد مع مدرب حراس المرمى الاجنبي من مصر من خلال النادي، من خلال قطاعات الناشئين. لازم نحط عينينا على مدرب حراس مرمى من قطاع الناشئين يكون موجود مع مدرب حراس المرمى الاجنبي، لا قدر الله حصل اي ظروف خلال الموسم او تعب او اي حاجه، لازم يكون في مدرب حراس تاني موجود عارف الخبايا بتاع حراس المرمى، لغايه لما نوصل لمرحله ان احنا ممكن نستغني عن وجود اي مدرب حراس مرمى اجنبي، لان احنا عندنا كفاءات كوادر. عندنا كوادر طبعا. لازم نبص لقدام،
دلوقتي منتخب بلجيكا الاول موجود معاه اثنين مدربين حراس مرمى في الفريق الاول. في بطوله عالم للشباب موجوده دلوقتي في مصر مواليد 2003 مصر مشاركه فيها. منتخب موريتانيا اللي هو بعيد كل البعد عن ثقافات الاوروبيين وثقافاتنا هنا في الوطن العربي موجود معاه اثنين مدربين حراس مدرب ومدرب مرمى مساعد. ليه احنا في مصر ما نتخذش الاجراء ده وبسرعه جدا؟ لان احنا محتاجين نربي كوادر. لازم يكون عندنا 3-4 مدربين كويسين جدا هيستفاد بيهم في منتخب مصر هيستفاد بيهم في الفرق الكبرى اللي بتشارك افريقيا. ودي حاجه لازم الناس تناشد بيها وتديرها وتشوفها. لازم اختلاف الثقافات والمدارس في تدريب حراسه المرمى في مصر واللي انجزت واوجزت مع دجله والنادي الاهلي. شفنا محمد عبد المنصف في مستوى عالي جدا في سن كبير ولو بيتمرن التمارين اللي بيتمرنها دلوقتي من سن قبل كده كان ممكن يوصل في الملاعب لسن كبير جدا. لان هو التدريب الاجنبي عامه ما بيرهقش البدني قد الارهاق الذهني. الموضوع البدني هنا في مصر كل الناس مهتمه بالبدني وبتختلف في الحاجات النفسيه والفنيه والخططي والتكتيك اللي بتريح الحارس في المباراه. الاداء الذهني والحاجات دي كلها بتخلي الحارس موجود 99% اداء ذهني لحد اخر دقيقه. شفنا محمد الشناوي يعني بينقص حاجات كتير جدا في اوقات صعبه جدا. الناس بتتكلم ان النادي الاهلي فريق قوي بيجيش لمحمد الشناوي كور خطيره والحاجات دي كلها. ما بيجيش كور خطيره بس الكره بتيجي خطيره على النادي الاهلي بينقذها محمد الشناوي. هو لها طبعا هو عنده روح القائد ويعني ومحبوب وكاريزماتيك يعني ومؤثر جدا مع اللعيبه. كل حاجه ما شاء الله موجوده في محمد الشناوي. حارس مرمى اوروبي مع فريق اوروبي في 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 فريق افريقي. الاهلي دايما محظوظ بحراس مرمى حقيقي. دي على مدار بقى الاجيال المختلفه ما شفناش حارس مرمى في الاهلي ما كانش مثلا يليق او مستواه قليل فعلا. طبعا عشان خاطر دي حاجه طبعا النادي الاهلي بيسيرها في البراعم من الصغر والناشئين ترفيه في الاختيار طبعا. طبعا اول حاجه الانتقاء للحراس وكل الحراس اللي بتطلع من بره النادي الاهلي بتحاول تجتهد عشان ترجع النادي الاهلي. صحيح. وخاصه المدربين واللاعبين. النادي الاهلي في قطاع الناشئين ليه دلوقتي مدربين كتير جدا في الدوري الممتاز. الناس برده مش شايفه ان دول كانوا موجودين في قطاع النادي الاهلي. كابتن علي ماهر، كابتن احمد كشري، كابتن ياسر رضوان، كل دول مدربين اسامي كبيره جدا كانت موجوده في قطاع الناشئين النادي الاهلي. وفي يعني كابتن سيد غريب موجود، كابتن عمرو انور، في مدربين كتير جدا. واي حد بيشتغل في النادي الاهلي وبيخرج بره النادي الاهلي بيحس بالفرق وبيتمنى انه يرجع كمدرب او لاعب في النادي الاهلي. كابتن وليد انت نورتنا وشرفتنا بوجودك معانا النهارده. الوقت كان يعني ضيق نسبيا بس الحمد لله كان في مساحه كافيه ان احنا نعرف منك كتير من المعلومات. ان شاء الله نرجع نلتقي بيك مره ثانيه على قريب على خير ان شاء الله. نورتنا يا كابتن وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا. طيب احنا فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.